الحقيقة شيء مفرح جدا ليا النهاردة ان انا اكون في الكنيسة هنا. انا اتربيت في الكنيسة هنا من صغري، اتولدت في الزيتون وعشت في الزيتون لحد لما اتجوزت، وبعد كده تركت الزيتون في السكن، لكن كنت بصلي لحد ما ربنا اداني نعمة الكهنوت وبخدم في كنيسة في مكان يعني في مدينتي. النهاردة يوم كبير قوي في الكنيسة، يوم خميس العهد ده يوم كبير قوي في الكنيسة، وتبدأ الأحداث بتاعته الصبح وزفة كده يعملوها الشمامسة مع الآباء الكهنة، وننزل نلف عكس الاتجاه، عكس الاتجاه كل زفات الكنيسة اللي بنقوم بيها، ويسموها إن دي الزفة أو الدورة بتاعت يهوذا، ودورة يهوذا دي اللي هو مخالف الناموس، وهو اللي قام بتسليم ربنا يسوع المسيح له المجد. ولكن تيجي الكنيسة بعد ما صلينا الدورة دي في باكر، تيجي في الآخر خالص في صلاة القسمة، صلاة القسمة دي اللي فيها أبونا بيبقى ماسك الجسد وعمال بيقسم فيها علشان يبدأ في التوزيع بتاع الأسرار لكل الشعب اللي موجود في الكنيسة. تيجي الكنيسة وتروح حاطة اسم، اسمها اسم ذبح إسحاق، وكأن الكنيسة بالإرشاد بتاع الروح القدس بتوضح الفرق والتناقض الشديد جدا ما بين يهوذا وما بين إبراهيم وإسحاق في الطاعة بتاعتهم وفي الإيمان بتاعهم وبتنفيذ الوصية اللي كان مصر عليها أبونا إبراهيم. الكنيسة تقول إنها اسم ذبح إسحاق على الرغم من إن إسحاق بالحقيقة لم يذبح، لأن الله لا يسر بذبائح بشرية، مش عايز ذبائح بشرية، ولكن الكنيسة تسميها وتصر إنها اسم ذبح إسحاق. ويعلمنا الآباء ان كلمة ذبح إسحاق دي انه ربنا قبل من ابراهيم انه بالنية يكون فعلا هيقدم ابنه ذبيحة على المذبح. والحقيقة ده لو خدنا فيه شوية هنلاقي الموضوع انه فيه صعوبة كبيرة جدا على ابونا ابراهيم وعلى اي واحد يتحط في هذا الامتحان. وكلمة امتحان دي ربنا اللي قالها بنفسه، انه في الوقت الذي اراد فيها الله ان يمتحن ابراهيم ويعلم قلبه ومحبته فيه. انت بتحب ربنا قد ايه يا ابراهيم؟ او نفس السؤال ده لكل واحد مننا، محبة ربنا في قلبنا دي شكلها عامل ازاي؟ وكان من تأكيد ربنا ان هو يقول له خد ابنك وحيدك، بيحدد له عشان ما يروحش يمين ولا شمال، ما يقولش اخد اسماعيل، ما يقولش اخد حد من ولاد قطورة، بيحدد له تاخد ابنك وحيدك اسحاق الذي تحبه وتقدمه لي على المحرقة. امتحان اراد الله بيه ان هو يظهر لينا احنا في الاجيال اللي بعد كده قد ايه كان قلب هذا الرجل ابراهيم ابو الاباء قلب فيه محبة، وفيه الكلمة اللي هسمعها من ربنا في وصية هنفذها في الطاعة. احنا ممكن يكون نقدم لربنا فلوس من اللي هو مدهلنا، ممكن نقدم ليه وقت، ممكن نقدم ليه مجهود، ممكن حتى لو الواحد اتحط في موقف ونسمع عن كده ابني محتاج كلية، ممكن اتبرع بكليتي لابني، لكن اتبرع بابني لنفسه امر صعب جدا، وامر صعب ان هو يكون في التنفيذ كمان. صحيح انه تقديم الابن ده حاجة غالية جدا، وعشان كده ربنا يقول لنا خلي بالكم في التقدمة بتاعت إسحاق، هو بياخد ربنا عاوز ان احنا نقدم له اغلى حاجة عندنا، اغلى حاجة عندنا. بس الامتحان ابتدى يصعب شوية بشوية على ابراهيم، الامتحان ابتدى يكون فوق مستوى الطالب العادي،
فيجي مش يقول له بس ان انت هتقدم اسحاق ابنك، لا ده يقول له انت يا ابراهيم اللي هتذبحه على المذبح. طب يا رب ده احنا عمالين نقرا طول الايام بتاعه الصيام في ايوب البار، وانه فقد امواله وفقد غنمه وفقد كل حاجه، حتى اولاده فقدهم، وفي هذا كله لم يجدف على الله. نسمع عن الام رفقه والام دولاجي اللي كانوا بياخدوا منها اولادها علشان يقتلوهم قدامها من اجل انها تنكر الايمان. لكن المره دي يا رب الاختبار صعب قوي، انت جاي بتقول له انت يا ابراهيم اللي هتاخده وتذبحه على المذبح. والاختبار يصعب شويه كمان من ربنا بانه يقول له خلي بالك هتذبحه بس مش النهارده، ده كمان 3 ايام، وهتاخده في رحله وتطلع بيه لمده 3 ايام، لما اوريك المكان اللي هتذبحه فيه هيكون فين. تخيلوا مشاعر ابونا ابراهيم وهو ماشي كل خطوه بيخطيها، ده نفسه يبقى يموت قبل ما يكمل 3 ايام دول، او قبل ما ربنا يقول له على المكان ده. تخيلوا موقف ابراهيم لو قعد يحسب ويفكر في الامتحان بتاعه بتاع الطاعة ده، انا لما ارجع بعد ما اذبح اسحاق هقول ايه لسارة، هبقى اتبرر قدامها ازاي، اقول لها ازاي ان انا قتلت ابني الوحيد اللي كنا مستنينه، اللي جه وانا عندي 100 سنة وهي عندها 75 سنة. امر صعب جدا جدا، وده اللي كان الحقيقة بيكون يمثل الله الآب اللي قال زي ما قال عنه بولس الرسول الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. زي ما قلنا إن إبراهيم كان في امتحان والله كان عارف نتيجة الامتحان، بس من أجلنا إحنا بيقدم لنا هذه الصورة المتناقضة مع يهوذا عديم الإيمان والمسلم لسيده، ومع هذا الإنسان المحب من كل قلبه إلى الله. عشان كده الكنيسة في كل قداس في كل عشية بالليل نذكر إبراهيم أبو الآباء في الأشياء بتاعة الراقدين، ونقول له يا رب أي حد تاخد نفسه وروحه يكون مرتاح في حضن ابونا ابراهيم، اصل ابونا ابراهيم ده عند ربنا بالتقدمه بتاعته، اللي ما قدمهاش قدمها بنيته فقط كبير قوي. عشان كده الكنيسه برضو فهمت ان ربنا يقبل التقدمه اللي بالنيه دي. عشان كده نيجي في أشية القرابين ونقول ايه، والذين ليس لهم ان يقدموا، يعني هو واحد عاوز يقدم بس ما عندوش، اديله يا رب كل حاجة زي اللي قدم الكتير، واديله ايضا يا رب كل حاجة زي اللي احنا طلبنا ليه انه يقدم او قدم القليل. فعشان كده تقدمة النية دي حاجة مهمة قوي ان احنا نكون شاعرين بيها وحاسين بيها. نقطة تانية في الامتحان بتاع النهاردة اللي هو جهاد ابراهيم في طاعة ربنا، زي ما شفنا كل النقط اللي احنا كنا بنقولها، احنا كمان كل واحد مننا ليه امتحان من ربنا. واحنا صغيرين خالص في المدرسة يكون الامتحان كل اسبوع كل شهر نص السنة اخر السنة، لكن بعد ما الواحد يكبر ويبتدي في معرفته كمان لربنا يكبر، كل يوم بنمر بامتحانات. هل هيكون في طاعة للوصية زي ما عمل أبونا إبراهيم، ولا هنقعد ونبتدي نفكر؟ مرة من المرات وأنا بقابل حد من الخدام الجداد اللي يخدموا في الكنيسة، فعاملين زي فورم كده بنخلي الخدام يملوه، فبنوتة كده جاية كانت بتخدم في كنيسة من كنيستها يعني وجاية للكنيسة جديد، ف
فمن ضمن الأسئلة بيبقى مكتوب هو لو قدرتي طاعتك لأمين الخدمة بنسبة مئوية تكون كام؟ وبعديها سؤال ولو قدرتي طاعتك لأبونا المسؤول عن الخدمة تقريبا تكون كام في المية؟ فلقيت النسبة قليلة قوي، فحبيت ان انا اتناقش معاها فيها. فقول لها انت كاتبة نسبة مئوية قليلة قوي في الطاعة بتاعتك. قالت لي اه، ما هو انا لو كنت مقتنعة باللي يقولهولي امين خدمتي او ابونا في الحالة دي هقدر ان انا نفذه. لكن اللي كان بيبقى مطلوب ده بره المنطق وبره التفكير السليم انا ما اقبلوش. والحقيقة ده ممكن يكون عند كتير مننا، انه ممكن قوي انه جهادي ضد او جهادي في الوصية يتعارض مع المنطق. فرحت رديت عليها وقلت لها، وهو ربنا لما طلب من ابراهيم انه يقدم اسحاق ابنه ده كان طلب فيه منطق؟ وهو يحنس القصير لما الانبا بموا طلب منه انه ياخد عصاية ويروح يزرعها في الصحراء، ده كان طلب فيه منطق؟ لكن طاعة الوصية هي طاعة واجبة لله، طاعة واجبة لله. الطاعة دي اللي بيها يوسف الصديق يطيع قبل الناموس وقبل الوصية، لأن ربنا حاطط من جوه كل واحد كان ناموس داخلي، هذا الناموس وهذه الروح تعرف الله. فطاعة يقول بيها يوسف الصديق لا، أنا ما ينفعش أقع في الشر ده وأسقط أمام الله وأخطئ أمام الله، ما ينفعش. احيانا كتير واحنا بنتناقش في قصة الطاعة نفكر ونقول طب يا حبيبي انت لو في ناس انت تعبان من وجودك في وسطيهم وهم اللي بيسببوا ليك السقوط المتكرر في الخطية ابعد عنهم. يا ابونا لو بعدت عنهم احس ان انا هبقى منفصل، مش الاقي حد اكلمه، مش هلاقي أصحاب. وبننسى أن تنفيذ الوصية معاه بيكون فيه بركات كتيرة جدا ممكن الإنسان ياخدها من أجل فقط من أجل طاعته. أمر مهم جدا أن احنا نكون لينا الطاعة للطهارة ولينا الطاعة لمخافة الله. فقد البركة الكثير في هذه الأيام بسبب عدم طاعتنا. مع الطاعة في بركة، ومع عدم الطاعة مفيش بركة. مش خلاص انت اعتمدت على نفسك وفهمت، طيب الخشبة دي يا انبا يحنس ما كانتش هتبقى شجرة لو ما كنتش انت قطعت، فقدت البركة. مهم جدا ان احنا نكون بنراجع نفسينا في موضوع الطاعة لله والطاعة في تنفيذ الوصية. خلي بالكم من نقطة مهمة جدا، احيانا الواحد يقول في تنفيذ الوصية اصل الموضوع غصب عني، اصل الموضوع انا هعمل ايه، الظروف اللي حواليا هي كده. لا، طاعة الوصية ربنا حاططها ان احنا ننفذ الوصية حتى ولو كنا تحت ضغط. لما يجي شباب واتكلم معاهم في الموضوع بتاع الوصية ده قال لهم عارفين انتوا بتحبوا تلعبوا كورة قوي، هو لعيب الكورة ده امتى يبقى تمنه كبير قوي وغالي؟ لو كان ياخد الكورة ونقول له حط كورة كده في الجون من غير ما حد يخش عليه، ولا لو كان يبقى بيلعب تحت ضغط وممسوك من اللعيبة اللي حواليه وهو بيعرف يعمل يا اما يجيب جون يا اما يعمل اسيست كويس لزميله في الفريق يجيب بيه جون؟ الاجابة طبعا انه يلعب تحت ضغط. واحنا كمان لو كنا بنقدم الوصية وبننفذها تحت ضغط ربنا يفرح بينا قوي. عشان كده النهاردة ربنا لما شاف ابراهيم وهو بيحاول ينفذ الوصية تحت ضغط غير طبيعي
كان فرحان بيه جدا. طبعا ابراهيم يمثل الله الاب، واسحاق يمثل السيد المسيح في امور كثيره جدا. زي ما كان ده ابن وحيد، ده كان ابن وحيد، وزي ده ما حمل الحطب، ده حمل الصليب، وزي ده ما مشي مسيرة 3 أيام السيد المسيح قعد في القبر 3 أيام، وزي ما إبراهيم وصل إنه أخد ابنه حي من على المذبح، السيد المسيح قام حيا. والنهاردة اللي هو يوم خميس العهد، العهد بقى الجديد اللي أسسه، يقول لنا وانتوا كمان النهاردة هتاخدوني من على المذبح حي. المسيح الحي اللي على المذبح هو اللي يعطينا ثبات فيك انت يا رب. قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا، وانا ايضا اثبت فيه. اتذكر قصيدة لقداسة البابا المتنيح البابا شنودة، اللي هي قصيدة هوذا الثوب. ولما يتكلم عن يوسف الصديق ويجيب فيها سيرة إبراهيم ويقول آه لو تدرينا، هو بيكلم زوجة فطيفار، آه لو تدرينا ما أعلم عن أبرام جدي. قصة الطاعة والمذبح والابن المعدي، طاعة غنى بيها العالم من عهد لعهدي، طاعة أورثتها قد أصبحت عنوان مجدي. أيوة، ما هي الطاعة دي في تنفيذ الوصية هي اللي هتكون عنوان المجد اللي مستنينا، الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. وزي إن ما إبراهيم قدم ابنه بالإيمان، احنا كمان نقدم كل تقدمتنا بالإيمان، ان احنا نكون يا رب احنا نقدم الطاعة ونقدم تنفيذ اي وصية تحت اي صعوبة، بس عايزين في المقابل ان انت تكون فرحان بينا، تكون انت يا رب اللي تعوضنا عن تعبنا في جهادنا اللي احنا بنأديه من اجل ان احنا نكون بنفرح قلبك بصناعتنا وبتمجيدنا لاسمك. حاجة تالتة، اول حاجة قلنا انه هيكون لكل واحد فينا امتحان. حاجة التانية قلنا انه هيكون لازم نكون لينا جهاد في طاعة الله وفي تنفيذ الوصية. الحاجة التالتة، لازم يكون عندنا ثقة فان الله عنده طرق بديلة، عنده طرق بديلة. احنا كبشر الموضوع بالنسبة لنا بينحصر في كلمتين، هتعمل دي ولا ما تعملش دي، يا ايوة انا هعمل يا لا انا مش هعمل. التلاميذ لما جم للسيد المسيح يقولوا له، قالوا له انت تعمل دلوقتي اللي هنقولك عليه، اصرف الجموع عشان يروحوا يدوروا على حاجة ياكلوها، ما عندناش حاجة ناكلها، يعني ما عندكوش حاجة تقدموها؟ لا. طب والحل هو صرف الجموع، ما فيش حاجة تانية. لكن ربنا دايما عنده الحل البديل في كل مشكلة نكون موجودين فيها، ربنا يكون دايما عنده الحل البديل. طب انتوا عندكم ايه وقدموه؟ 5 خبزات وسمكتين، هاتوها وشوفوا بالبركة هيحصل فيها ايه. تخيلوا ان هم لو كانوا ما قدموش للسيد المسيح الـ5 خبزات والسمكتين، مش عايزين يقدموا اللي عندهم. تخيلوا ان هم لم يكونوا يطيعوا السيد المسيح في وجود الجموع في نظام، وان هم يكونوا في مجموعات 50-50. في كل ما نطلبه من الله نكون واثقين ان ربنا عنده حلول بديلة. ولكن الله حلوله البديلة ممكن تكون سريعة جدا عند الطلب، وممكن تكون
نعتبرها احنا بطيئة وممكن تكون جاية في الهزيعة الرابع في اخر حاجة، زي ما حصل النهاردة في اسم ذبح اسحاق، من اول ما اداله الامر وخلاه يجهز الحاجة ويجهز الحمار ويجهز الغلمان ويمشي الثلاث ايام كاملين ويبني المذبح ويربط ابنه اسحاق ويحطه على المذبح، واسحاق يقول له وهو ماشي كلمة كانت ممكن ترجع ابراهيم في قراره، يقول له يا ابي هوذا النار وهوذا الحطب واين الخروف الذي نقدمه محرقة. فابراهيم بالايمان يقول له الله يرى لنفسه ذبيحة يا ابني، وفي الاخر خالص يقول له تعالى انت هتطربت يا اسحاق. على فكرة اسحاق كان سنه كبير، واسحاق يكون راضي انه ينفذ امر ابوه، الامر اللي احنا دلوقتي نعاني منه في طاعة الابن لابوه او طاعة الزوجة لزوجها او طاعة الزوج لزوجته. خلي بالكم ان الطاعة دي امر متدرج في الروح، متدرج في الروح يعني ايه؟ يمكن احنا نقدر نكون فاهمين ان الطاعة تبقى من الصغير للكبير، ولكن مع التدرج ومع معرفة الله اكتر وبالاكتر الطاعة دي تكون من كل اللي حوالينا، ونكون بنقدر الكلام اللي يتقال من الصغير زي ما هو بيتقال من الكبير، ونكون من جوانا ناويين نفكر فيه ولو كان للصالح ان هو يتعمل. اتذكر قصة كانت حصلت معانا في الكنيسة هحكي لكم عليها سريعا. قداسة البابا تواضروس كان مع الاباء الاساقفة متفقين زي كده على الطريقة اللي تتقسم بيها الفلوس اللي داخلة للكنيسة يكون شكلها عامل ازاي. فيقول ان الفلوس دي 30% منها تروح بالكامل لاخوة الرب، 30% التانية تروح للامور بتاعة الخدمة والمصاريف الادارية اللي موجودة، وال30% الاخرانية تكون للانشاءات، وال10% الاخرانية تكون ريزيرف لاي حاجة تحتاج. بس في نقطة مهمة، ما ينفعش اللي فوق يدي للي تحت. فانا اول ما قريت الكلام دوت وكنت حضرته في محاضرة مع قداسة البابا، فابتديت من جوايا احنا بنبني كنيسة جديدة لسه ما واخدينها على الرملة خالص، فيش فيها اي حاجة، فمن جوايا تناقض. طب انا لو قطعت الكلام دوت ده ضد المنطق، يعني انا لو استنيت عشان يكون الكنيسة فيها 1,000,000 جنيه بس اللي هي ما تعملش حاجة، اقدر اخد منهم للمباني 30% فقط، 300,000. وبعدين ارجع تاني من جوايا واقول الله، طب ما هو يمكن ربنا مش عايز الجيل بتاعنا ده هو اللي يبني الكنيسة، زي داود النبي. داود لما جه فكر ان هو يبني الهيكل بتاع ربنا، راح لناثان النبي وقال له انا بفكر ان انا ابني هيكل للرب، انا اسكن في بيت والله يسكن في شقق، شقق دي اللي هي كانت القماش بتاع خيمة الاجتماع. فنسن النبي من غير ما يسأل ويرجع لربنا قال له ايوه طبعا هنبني بيت ربنا، دي حاجة تزعل. بعد كده جاله الامر قال له مش انت يا داود اللي تبني، مش انت كل اللي انت تقدر تعمله هتجهز حاجات للبنى، لكن البنى الفعلي والبركة الفعلية ياخدها سليمان. تناقض من جوايا، فقلت لازم اسأل قداسة البابا في الموضوع ده. انا من جوايا عايز اخد بركة بالطاعة، بس من جوايا برضو عايز اشوف المهمة اللي ورا الكنيسة انها محتاجة انها تتبني. ولو انا خدت القرار بتاع الطاعة وناخد فقط 30% من دخل الكنيسة، الناس اللي حواليا هيقولوا لي ايه؟ ما هتقعد بقى الكنيسة كام سنة تتبني. فقررت ان انا اسأل قداسة البابا، فكان في اجتماع
مع كل الاباء بتوع اخوه الرب، فبعت له سؤال مكتوب في ورقه، كان عدد كبير قوي، فما ردش على السؤال اصلا. فمروح برضو بهذا التناقض جوايا. بعد كده يجي يعمل قداسه البابا اجتماع مصغر لاباء الكهنه بتوع القاهره الجديده فقط. فقلت دي هتبقى فرصه كويسه ان اعرف اتكلم وجها لوجه واقول له على الوضع بتاع الكنيسة. فقلت له يا سيدنا الوضع بتاعنا احنا بالنسبة لموضوع 30% كذا وكذا وكذا، فهل برضو احنا ككنائس جديدة نبقى ملتزمين بالكلام ده؟ الظاهر لانه هو كان لسه منزل القرار دوت مع الاباء الاساقفة، فكانوا عايزين ان كلنا نكون ملتزمين به من اجل ان احنا نرعى إخوة الرب رعاية كاملة وتامة وناخد بركتهم. فراح رد علي بكلمتين، قال لي يا بونا الفلوس اللي هتحطها لإخوة الرب هي اللي هتدي بركة في الباقي. وقال لي حاجة تانية، قال لي أرخص حاجة في الكنيسة القبطية يا بونا هي الفلوس، ما تشيلش همها ما تشيلش همها. مشيت وأنا خلاص واخد القرار ان انا هنفذ مهما كانت الامور ممكن تكون خارجية شكلها عامل ازاي. لحد اما جيت في مرة تالتة في مقابلة كانت بقى يعني شبه شخصية كده مع سيدنا، وكنت باخد منه بس حل اقول له يا سيدنا طب لو جالي واحد قال لي خد المبلغ ده بالكامل للمباني انا اعمل ايه؟ فلقيت بقى ساعتها الرد اختلف تماما. قال لي يا ابونا انتوا بتبنوا كنيسة جديدة، فجزء كبير جدا من الفلوس هيفضل موجه للخدمة بتاعة ان يكون في مكان الناس فيه تصلي، والجزء الكبير انه بعد ما يبتدوا يصلوا تكون عشرهم وكل الحاجة اللي بيقدموها يكونوا بيقدموها لإخوة الرب. ايوة طبعا الله يحللكم في ان انتوا تكونوا بتعملوا هذا الوضع. ومن ساعتها القريبين من القرار يعرفوا قد ايه ربنا بارك. بعد ما كنا بنفكر في مليون واحد يجي للكنيسة بقت ربنا ادى بالكتير قوي وبالملايين. لحد دلوقتي الكنيسة عندنا يمكن متكلفة فوق 60 مليون عشان يكون فيها تكون بالشكل اللي هي عليه. المقصود اللي يتقال ان التناقض ما بين الوصية وعقلي يا ابني على فهمك لا تعتمد، خد الوصية ونفذها زي ما هي، خد الوصية وقول انا هجاهد من اجل تنفيذ الوصية، خد الوصية وقول عليها مهما كانت الوصية صعبة انا قادر بنعمة الله وبسندته ليا ان انا اكون بنفذ هذه الوصية. علشان كده يجي في اخر القصة خالص بتاعت ذبح اسحاق دي يقول لي ايه بقى، وقال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك، يعني اطعت واعطيت اغلى حاجة عندك، أباركك مباركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائك ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت إلى قولي. وياخد إبراهيم هذا الوعد اللي هيكون من نسل إبراهيم أبو الأباء يجي السيد المسيح اللي يأسس لينا العهد الجديد اللي نكون تذكاره النهاردة في يوم خميس العهد. ثلاث أمور هنرجعهم تاني مع بعض. أول حاجة، في لكل واحد من الامتحان. تاني حاجة، لازم نكون عارفين إنه في جهاد في تنفيذ الوصية، نطلب باستمرار من ربنا إنه يسندنا بنعمته في إن إحنا نكون قلبنا رايح لإنه ينفذ الوصية. ثالث حاجة، نكون واثقين تماما ان ربنا عنده الطرق البديلة لعلاج اي امر من امور حياتنا.
ربنا يبارك حياتكم ويعوض الآباء على تعبهم، وكل سنة